صباح سعيد، صباح المحبة، صباح الحب والوئام. مرحبا بكم معنا مباشرة من مدينة أبو الدار البيضاء في هذه الجولة الصباحية داخل العاصمة الاقتصادية المغرب. الموضوع اللي غادي نناقشوه كيف جاكم قرار فتح الحمامات من بعد سنة كاملة من إغلاق. واش الناس استقبلتوا هذا القرار هذا بحب؟ كنتمناو أننا نشاركوا في هذه الدردشة. هذه صباحكم سعيد مباشرة من مدينة الدار البيضاء التي تعتبر العاصمة الاقتصادية، كذلك من بعد انتشار الوباء هذا كان قرار إغلاق الحمامات لظروف الوبائية اللي حلت بالمملكة المغربية. كما نتمنى عودة الأجواء إلى عادتها وعودة إلى الأيام الجميلة. دائما ومباشرة على قناة شوف تي في من مدينة الدار البيضاء، متابعينا الكرام مرحبا بكم معنا في هذه الجولة الصباحية. كيفاش نازل الضابطات؟ لقيتوا خبر فتح الحمامات اللي بعد قرار من يوم الأربعاء. واش قرار مزيان ولا لا؟ وكنتمنى أن الناس ياخذوا الأمور بجدية وما يكونش واحد الاكتظاظ في الحمامات، لأن دابا مع فتح الحمامات بعد قرار الحكومة، وكذلك حسب المصادر اللي عندنا ومع قربة شهر رمضان الأبراك، نعرفوا أن كيكون هكاك إقبال كبير على الحمامات، وكما كنعرفوا أن الناس كانوا كيمشيو للمدن الأخرى باش يستحموا، وهذا يعني كان ناتج عن انتشار الوباء هذا خصوصا بمدينة الدار البيضاء. لأن مدينة الدار البيضاء كانت تعرف انتشار كبير ديال هذا الوباء هذا، ولله الحمد الآن كما كتتابع معنا دائما في النشرات ديال كوفيد أن الحالات بدات كتنقص، مابقاش كما كانت يعني حتى الحالات الوفيات. وكنتمنى ان الناس يسارعوا اللي وصلهم الوقت انهم يديروا تلقيح، لان الحمد لله تجاوزنا العتبه ديال 6 مليون في المجموع، يعني قربت 5 مليون في بالنسبه للجرعه الاولى وقربت 3 مليون بالنسبه للجرعه الثانيه. هذا راجع للوعي الشعب المغربي، لان الشعب المغربي كنا من السباقين لهذا يعني لهذا الحال اللي تلقيح، وهذا كان شرف لمدينه للمملكه المغربيه اننا من بين الدول الرائده في هذا العملية ديال التلقيح. كنتمنى من الله يبعد علينا هذا الوباء هذا وترجع الأمور لحالها. دائما مباشرة من مدينة الدار البيضاء في هذه الجولة الصباحية، كما عجبتم أننا نكون نقدم الجولات الصباحية مدينة سيدي بن نور. اليوم التواجد بمدينة الدار البيضاء في مهمة عمل، نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في هذا العمل وهذا الصباح اللي كنعتبره صباح مبارك، صباح المحبة،
خصوصا في قربة هذا الشهر المبارك الكريم اللي هو شهر رمضان، اللي كنتمناو هذا ان شاء الله يدخلنا بالصحة والعافية وبالرحمة وان شاء الله بالخير وبالسعادة، وندوزوا هذا رمضان ندوزوه بخير على خير ان شاء الله، وترجع الفرحة وترجع الصلاة للتراويح للمساجد، والناس لان كنعرفوا انك يكون اقبال كبير على المساجد خلال شهر رمضان اجل اداء صلاة التراويح. بعد المصادر اللي عرفنا منهم ان غيكون غير نص ساعة ديال صلاة التراويح، اللهم ديك نص ساعة ولا ما كيناش ولله الحمد، كنتمنوا ان نبقى نتابعوا، خصوصا اننا العملية التلقيح ما زالت مستمرة، وانا ان عدد كبير من المغاربة بداو كيديروا اللقاح. كنتمنوا ان مدينة الدار البيضاء كذلك من تكون من ضمن المدن اللي يعني اللي ما بقاش فيها هذا الوباء هذا. دائما المتابع الكرام دائما مباشرة من مدينة الدار البيضاء في هذه الجولة الصباحية في هذه الدردشة، كيفاش تلقيتوا خبر في إعادة فتح الحمامات من بعد الغلق أو الإغلاق ديال سنة كاملة تقريبا منذ ظهور هذا الوباء هذا، اللي اول حاله كانت في شهر 3، وكذلك قرر الحظر او حظر الحجر الصحي. الله يفرج علينا والله يفرج على كل امه مسلمه. كما تشوفوا الأجواء عادية هنا بمدينة الدار البيضاء، أجواء جميلة، صباح جميل على الجميع. تحية لكل المتابعين ديالنا عبر قناة شوف تي في. امين، الله يفرجها على كل المسلمين والمسلمات، وان شاء الله نتمنى ان كذلك يتفتحوا هذا الشيء ويتفتحوا لنا المطارات، يتفتحوا المطارات ان شاء الله باش الناس اللي ما جاوش شافوا الاهل ديالهم هذا العام يجيو. هذه هي مدينة الدار البيضاء في الصباح اللي كتعرف الاكتظاظ وصلنا في الفترة الصباحية، الناس يلتجؤوا للعمل. كما قلنا قرار فتح الحمامات هذا قرار جميل، يعني استقبلوه البيضاويين بالفرح وبالسرور، منهم واحد المجموعة مدينة الدار البيضاء فيه الصباح. إن شاء الله بعد انتهاء من يوم العمل العودة إلى الجذور وإلى الأصل هو مدينة سيدي بنور.
دائما في هذه الجولة الصباحية هنا من مدينة الدار البيضاء، القلب النابض والعاصمة الاقتصادية. الحمد لله من فرحنا، والحمد لله يعني دائما كما تابعنا متابعينا الكرام، مدينة السلام، مدينة الحب والعاصمة الاقتصادية، مدينة الدار البيضاء استقبلت قرار فتح الحمامات بكل فرح. واللي غير كنا نطلبوا من الساكنة هو التريث، وما تكونش ديك مثلا نقولوا حنا بالدارجة ديك الجهالة ديال الحمام، كل شوية نمشي للحمام. الحمد لله هما الحمامات فتحوا، يعني يكونوا كما تنقولوا يكونوا دفوعات، بنادم يتريث وعرف الاجواء كي دايره. والحمام دابا ما غاديش يهرب، دابا راه صافي، راه فتحوا. وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى الخير والحب ان شاء الله، والسلام لهذا البلد السعيد المملكه المغربيه. والله يدخل لنا هذا رمضان بالصحه والعافيه والمغفره والحب والسلام. صباح الخير عليكم كاملين، صباح الحب، صباح المحبه، وصباح المحبة الصادقة من القلب والنابعة من أعماق القلب وأعماق الروح الصافية. وكما تنقولوا طالبين الله، طالبين ضيف الله عندكم في كازا، نازل كازا الآن مدينة الدار البيضاء في هذه الجولة الصباحية. بعد من خلال هذه الدردشة هو قرار فتح الحمامات بمدينة الدار البيضاء، بعد ما كانوا الناس كيمشيو يخرجوا من كازا وتيمشيو للمدن اخرين باش يعوموا. ولكن الحمد لله الفرج جا، الفرج الحمد لله، ورجعت هذا، وكما رجعت المساجد رجعت الحمد لله. صباح النور فريد العميري مرحبا، بن عفة مرحبا، سكينة صباح مرحبا، محسن مرزق المساجد، بنفاع امين، حمام خاصو يومين عاد باش يسخن، وخاصنا غير حنا نصبرو، خاصنا غير حنا نصبرو يا اخي، وكل شيء ان شاء الله غادي يكون بخير على خير. من هنا من عاصمة الاقتصادية مدينة الدار البيضاء نضرب لكم موعدا آخر، وإلى اللقاء في بث مباشر آخر إن شاء الله.